الأساس في خلاف الموازنة الحقيقة هو عدم تطابق معايير هذه الموازنة، إذا فيها معايير سوف نناقشها فيما بعد، مع المتطلبات الدولية أساساً ومع الاحتياجات المحلية، ولذلك صار التقاطع كبير. اثنين، نعم هناك مؤثرات خارجية وعلى رأسها طبعاً المؤثر الإيراني من خلال أنا سميتهم الصقور. يوم أمس البعض يتحفظ يقول ماكو صقور، لا أكو صقور، لا أكو صقور داخل اللجنة المالية، وهؤلاء يمثلون نفسهم الجيل الآخر اللي يريد يقصي كل الكهول السياسة القدامى الذين حكموا العراق 20 عام ليحكموا هؤلاء. هؤلاء الآن يمثلوا يعني القوة داخل اللجنة المالية على أقل تقدير والبرلمان، وقبال ذلك الحقيقة للأسف عدم قدرة ممثلي السياسة الأكراد في مجاراة هؤلاء، لأنه هي هاي التكرار في التجربة نفسها. ولذلك الأزمة فيما يتعلق في الموازنة اللي تحاول هذه الأطراف اللي سميتها أنا الصقور أن تمررها بما يعرف بمبدأ الأغلبية اللي هي رفضته قبل أشهر، يعني عندما كان يطالب به السيد الصدر، نعم، ويتريد تمرر، وبعد بمعنى ذلك يتريد تقصي يعني أهم حليف لهم اللي يسبب استقرار واستمرار العملية السياسية. نعم هذه الأزمة هذه المرة إذا اندلعت سوف لن يعني تكون نتائجها طيبة على هذا النظام السياسي. طيب. اللي إحنا نعمل في قوة المعارضة الحقيقة لتعريته هو متعري، ولكن تنزع شرعيته، وأهم شرعية هي تمكنه من أموال الشعب العراقي، وإن شاء الله سوف نصل إلى مرحلة طيب توضع أموال الشعب العراقي تحت الوصاية. نعم أستاذ أحمد، خليني أفتح ما بين القوسين على تعبيرك الصقوري والكهول. أنت تبشر أو تعطي صورة أن هنالك صقور بدأوا يظهرون حتى يقصوا الكهول، دخلنا في مرحلة أن ينقلبوا على بعضهم البعض؟ نعم نعم، الآن لاحظك أعضاء ثلاثة وأربعة، أنا ما راح أمر بالأسماء لأن الحقيقة حتى أسماءهم يعني ليس استصغارا وتنمرا منهم، أنا لا أتنمر أحترم كل إنسان، لكن الحقيقة يعني لأنهم جدد ولم أسمع بهم من قبل، لكن لاحظتهم الحقيقة أنه فعلا لا ينصاعوا إلى أوامر الكهول، ومنهم المالكي وهذا العامري، وده تلاحظ. ولذلك الأزمة الآن اللي دفعوها باتجاه الإقليم هسه قد يكون عندهم حق كما تقول أنت، قد يكونوا منطلقين من الدستور، قد يكون إلى آخره، لكن توقيت هذه الأزمة وعدم قدرة الكهول في يعني تمشية الحال كما كان يحصل تدري جنابك بالعشرين سنة الماضية، يعني على قولة تهنى بوس عمك بوس خالك، ما قادرين هذه المرة، يعني هذا تحول إيجابي إلى حد ما إيجابي في إضعاف هذا النظام بشكل نهائي وإسقاطه عندما تتقاطع الخطوط داخليا، وهذا ليس من باب الشماتة ولا هي حالة طبيعية لأي نظام يستمر فقط في النهب والسلب والقتل والتهجير وكل هاي الممارسات اللي شهدناها واللي لا يمكن تغطيتها يعني بأي شكل من الأشكال، شيء طبيعي. هسه تقول لي أنت ما تتمنى أن تطلع جهة داخلية؟ أنا أقول نعم أتمنى أن تطلع جهة داخلية تطالب بحقوق الشعب العراقي، ولكن على شرط أن لا تكون ذيلا من الديون إلى إيران. هذه جهة الصقور اللي تحدثت لك عنها هي أداة إيرانية بحتة طبعا، وتم يعني الحقيقة دفعها بالوقت المناسب، وهذه هي السياسة الإيرانية، سياسة الدسائس، وذاك ارتدت عليها. إيران الآن تعاني وشوفها حجمها هذا اللي كان يعني مخيف، الآن تتوسل في السعودية وبالإمارات وما شابه ذلك، وتهرب من طلبان اللي يجب أن يكون لنا حديث فيها فيما بعد طويل عن طلبان وماذا تفعل في إيران. أي. لذلك أقول هؤلاء الصقور نعم بدأوا يقصوا الكهول.